صباح الخير، قررت أرجع أرسم معاكم. فصرت شو أسوي؟ أرسم استتشات وأتركها عشان ألونها. من ضمن هذه الرسمة رسمتها من يومين، فالاستتشات القديمة اللي بنرجع عليها نرسم كذا عشوائي. فأنا مجهزة رسمة اللي هاي، مجهزتها يمكن لي فوق الشهرين أو ثلاثة. قررت اليوم أني أنا ألونها، إيش رأيكم؟ من الأشياء الجديدة اللي قررت أسويها أني قبل كل رسمة بحط جميع ألوان البشرة عشان أعرف شنو استخدمت من ألوان كذا. ممكن لو فكرت أسوي ورشة رسم تكون عندي اللي هي المراجع للألوان كذا، يكون وقتي أقل. هذا لو فكرت، طبعا ما أفكر، بس ما تدري وش يصير. الواحد يغير أفكاره، يغير خططه بين فترة وفترة. فبحط كل الألوان اللي عندي تدريجات البني عشان البشرة بتكون عندي دارك مرة دارك. تحددت نفسي من أول ورسمت بشرة غامقة ومرة كانت حلوة. هذه أول تجربة. دي هذه التجربة الثانية. تقدرون تستخدمون الألوان البرو ماركر أو أي لون تستخدمونه. أنا أفضل الخشبية، سواء كانت خشبية عادية أو هذه الخشبية المائية. مرة قد استخدمتها معاكم بعد حلوة، بس الخشبية أجمل في التلوين، أجمل بكثير. فالبشرة اللي عندي دارك، فأول شيء بلونها اللي هو بلون 29-27 فواتح، بعدين أبدأ أغمق. أسهل شيء إني أبدأ فواتح بعدين أغمق.
بدأت الملامح تبين أو لون الجسم يبين، بنحدد رسمة العين كيف نبيها عشان بلوان خشبية. فيها موية، شوفوا كيف فيها موية.
آخر شيء بقول لكم إني أنا البستيل ما استغنى عنه، بس الأغلبية ما عنده بستيل، موجود بالزامل منه ثلاث ألوان، درجات البشرة جميل، أي خاطر بطيح فيه هو اللي يضبطني. ما كنت أبغى أستخدمه من أول لكن ما استغنى عنه. شوفوا كيف النعومة، نعم البشرة تخليها شيء. بالنسبة للي يسألوني عن الألوان اللي استخدمتها في الرسمة، أنا مستخدمة ألوان رخيصة جدا شبيهة البرو ماركر والكوبيك، اللي هي ألوان اللي هي سوفت، صينية مخذتها من جوي شيك، سعرها 280 لون. بالنسبة لو أقارنها بالبرو ماركر، تعتبر البرو ماركر أساسا غالية وجودة ممتازة، أحسها نفس الجودة ما تفرق بسعر مرة رخيص. استخدمت ألوان اللي هي الخشبية العادية، أو أقدر أستخدم الألوان الخشبية اللي هي المائية بعد من جولي شيك، أخذتها تقريبا سعرها بال45 أو 50. استخدمت الباستيل اللي هم يجون ثلاث ألوان بشرة، هذه هي ثلاث ألوان، أخذتها من الزامل تقريبا 15 ريال. في ألوان ثانية اللي هي الفحم، أي لون عندكم تقدرون تستخدمونه، يعني مو شرط برو ماركر، مو شرط ألوان باستيل، الخشب تقدرون تستخدمونه، لكن أنا حبيت أنوع بالرسمة عشان أعطيكم فكرة. بالنسبة للورق اللي استخدمته، كنت بإيكيا وحصلت هذا الكتيب A4، والورق حقه يعني ممتاز يعتبر بالنسبة لي، فاستخدمته بالبرو ماركر. كل الرسومات اللي رسمتها من أول استخدمت نفس الألوان أو البرو ماركر نفسها، عيب الورق بس إنه يطبع، يعني لما أرسم رسمة وراها ألاقيها طابعة شوي، عادي جدا بس بالإجمالي تعتبر ممتازة. وبس هذا الورق اللي استخدمته والألوان اللي استخدمتها، وشكراً.